ما تيجوا كده ناخد لفة في الميد برين. هو أنا محتاجة أقول حاجة صغننة جدا. شايفين الكعبيرة دي؟ دي اسمها داين كافلن، دي اسمها داين كافلن أو داين سافلن، whatever. دي اسمها داين كافلن أو داين سافلن، وده الجزء اللي هو أهم جزء بالنسبة لي أنا أناتوميكال فيه، اللي هو الثالاموس، اللي هو الثالاموس. يبقى ده داين كافلن أو داين سافلن، وده أهم جزء بالنسبة لي فيه الثالاموس. طيب المفروض إن الميد برين اللي هو ده the shortest part of brain stem which lies between the pons and the diencephalon أو mainly الثالاموس. يبقى آدي أهو الميد برين، ده أقصر جزء من البرين ستام، من جذع المخ، which lies between pons and thalamus أو الداينسفالون. بس قبل ما نعمل الجولة بتاعتنا في الميد برين، معلش أنا محتاجة أتكلم عن الكافيتز اللي موجودة جوه البرين اللي هي بتمشي فيها CSF. طب أنا عندي كام كافيتي؟ عندي كافيتي of the cerebral hemisphere اللي هي lateral ventricle، lateral ventricle. عندي الكافيتي بتاعت الداينسفالون اللي هي الثيرد فنتريكل. عندي الكافيتي بتاعت الهايند برين اللي هي ما بين البونس والميدلة قدام والسريبيلا ورا، اللي هي الفورث فنتريكل. يبقى انا عندي الكافيتي بتاعت السريبرال هيمسفير دي اللاترال فنتريكل، الكافيتي بتاعت الداينسفالون اللي هي الثيرد فنتريكل، عندي الكافيتي بتاعت الهايند برين اللي هي ما بين البونس والميدلة قدام والسريبيلا ورا، اللي هي الفورث فنتريكل. دول المفروض بيمشي فيهم السي اس اف. طيب اللاترال فنتريكل بتفتح على الثيرد فنتريكل بالفورامين، دي اسمها انتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو. طب الثيرد فنتريكل بتفتح على الفورث فنتريكل، عن طريق الدكت، دي اسمها سريبرال اكويدكت اوف سالفيوس. يبقى انا عندي اتنين lateral ventricles وواحدة third ventricle وfourth ventricle. ال lateral ventricle بتفتح على third ventricle ب interventricular foramen of Monroe، وال third ventricle بتفتح على ال fourth ventricle بال cerebral aqueduct of Sylvius. طيب شوفها بصورة تانية، اتنين cerebral hemispheres الكافيتي اللي جواهم lateral ventricle، بيفتحوا على الكافيتي بتاع الثيرد فنتريكل عن طريق الانتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو. طب الثيرد فنتريكل بيفتح على الفورث فنتريكل بدكت، اسمها ايه الدكت دي؟ اسمها سيريبرال اكويدكت اوف سيلفيوس. طب وانا بقول الكلام ده ليه؟ ما تيجوا نشوف الكلام ده على برين. بصوا بقى، ادي السيريبرال هيمسفير، ادي الثالاموس، يعني المفروض ان مكان الثيرد فنتريكل هنا والمفروض الفورث فنتريكل اهي. طيب الفورث فنتريكل ما بين السيريبيلا وما بين البونس والميدلا، ادي الفورث فنتريكل اهي، وادي الثيرد فنتريكل مكانها اهي. الثيرد فنتريكل بتفتح في الفورث فنتريكل بالسيريبرال اكويدكت اوف سيلفيوس. وانا ليه بقول الكلام ده كله؟ ليه بتقوليه؟ هقول لك ليه بقوله. بقوله علشان السيريبرال اكويدكت اوف سيلفيوس، عشان تكوميونيكيت الثيرد فنتريكل بالفورث فنتريكل، لازم هتعدي على جوه الميد برين. تاني، الثيرد فنتريكل عشان تفتح في الفورث فنتريكل عن طريق السيريبرال اكويدكت اوف سيلفيوس، لازم تلاقي لها ممر. طب هتعدي عن طريق مين؟ الميد برين. فما عدت عن طريق الميد برين، قسمت لي الميد برين لجزء قدام فنترال اسبكت وجزء ورا دورسال اسبكت تاني. انا عندي كافيتي اسمها ثيرد فنتريكل فورث فنتريكل، فتحوا على بعض بسيريبرال اكويدكت. السيريبرال اكويدكت علشان تخش ما بين الثيرد والفورث، لازم تعدي عن طريق الميد برين، فبالتالي قسمت لي الميد برين لفنترال اسبكت اند دورسال اسبكت.
ما تيجوا كده ناخد لفة في الميد برين. تاني كده عملت ترانسفيرس سكشن في الميد برين، عديت جوه الميد برين بالسيريبرال اكويدكت، قسمت لها جزئين، جزء قدام اسمه سيريبرال بيدانكل، جزء ورا اسمه تكتم. يبقى انا لما ببص على الميد برين من قدام شفت ايه؟ شفت اتنين سيريبرال بيدانكلز اهم، اتنين سيريبرال بيدانكلز. شفت انتر بيدانكلر فوسة، يعني انتر بيدانكلر فوسة يعني فوسة ما بين الاتنين سيريبرال بيدانكلز، انتر بيدانكلر فوسة. بيخرج منها ايه الانتر بيدانكلر فوسة؟ بيخرج الاكيلوموتر نيرف. هو الاكيلوموتر نيرف ده النيرف رقم كام؟ 3. يبقى 3 بيخرج من الميد برين. يبقى انا بصيت على الفنترال اسبكت اوف ذا ميد برين، بصيت على الميد برين من قدام لقيت ايه؟ 2 سيريبرال بيدانكلز، انتر بيدانكلر فوسه بيخرج منها الاوكيلوموتر نيرف. هو الاوكيلوموتر نيرف ده النيرف رقم كام؟ رقم 3. طيب اما ابص على الميد برين من ورا بلاقي ايه؟ بلاقي 2 سوبيريور كوليكيلاي كعبرتين فوقهم، واتنين انفيريور كوليكيلاي كعبرتين تحت، وبلاقي ايه؟ بلاقي سوبيريور سيريبيلر بينانكل. يبقى على البوستيرير سيرفس او على الميد برين من ورا بلاقي 2 سوبيريور كوليكيلاي. طب 2 سوبيريور كوليكيلاي دول مسؤولين عن ايه؟ مسؤولين عن الفيجوال ريفلكسز. 2 انفير كوليكيلاي مسؤولين عن ايه؟ مسؤولين عن الاوديتوري ريفلكسز. وسوبيريور سيريبيلر بيدانكل ده اللي بيربط لي الميد برين بالسيريبيلم. خد بالك انا خدت 3 سيريبيلر بيدانكل. السوبيريور سيريبيلر بيدانكل بيربط الميد برين بالسيريبيلم، الميدل سيريبيلر بيدانكل بيربط البونس بالسيريبيلم، والانفيريور سيريبيلر بيدانكل بيربط الميدالة بالسيريبيلم. خلاص سيبك من الثلاثة سيريبيلر بيدانكلز، انا قلت افكرك بيهم. نرجع للبوستيريور سيرفز بتاع الميد برين. 2 سوبير كوليكيلاي مسؤولين عن الفيجوال ريفلكسز، 2 انفير كوليكيلاي مسؤولين عن الاوديتوري ريفلكسز، سوبيريور سيريبيلر بيدانكل بيربط الميد برين بالسيريبيلم من ورا. طب شفت ايه كمان؟ شفت سوبيريور ميدالاري فيلم. ايه سوبير ميدالاري فيلم ده؟ ده بيربط الاتنين سوبير سيريبيلر بيدانكل مع بعض، سوبيريور ميدالاري فيلم. يبقى شفت ايه تاني في ال posterior aspect of midbrain؟ superior colliculi, inferior colliculi, superior medullary velum. شفت ايه؟ شايف شفت ايه؟ شفت trochlear nerve العصب الكرينيال نيرف رقم 4. شفت trochlear nerve. خد بالك المعلومة دي very important. The only cranial nerve which emerges from the dorsal aspect of the brain stem is the trochlear nerve. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكرينيال نيرف الوحيد اللي بيخرج من البرين ستام من ورا، من ورا، هو التروكليار نيرف، انما كل الباقي كان بيخرج من قدام.
دي اونلي كرينيال نيرف اللي بيخرج من البرين ستام من ورا من الميد برين هو التروكليير نيرف، الباقي كله بيخرج من قدام. يبقى الدورسال اسبيكت اوف ميد برين اتنين سوبير كاليكولاي ريسبونسبل فور ذا فيجوال ريفلكسز، انفير كاليكولاي ريسبونسبل فور ذا اوديتوري ريفلكسز، سوبير ميدالا ريفيلم اند تروكليير نيرف. It's the only cranial nerve which emerges from the dorsal aspect of the midbrain. اللاترال سيرفس بتاع الميد برين يا جماعة اللي هو هو نفسه اللاترال سيرفس بتاع السيريبرال بيدونكلز. شايفين السوبير كاليكيلس والانفيرير كاليكيلس. سوبير كاليكيلس وانفيرير كاليكيلس. السوبير كاليكيلس ده المفروض ان هو موصول بال lateral geniculate body. السوبير كاليكولس ده موصول بال lateral geniculate body، والانفير كاليكولس موصول بال medial geniculate body. ادي السوبير كاليكولس يا جماعة اهو موصول بال lateral geniculate body. طب الانفير كاليكولس موصول بال medial geniculate body. لو اما خدنا الفيسيولوجي اكيد قال لك ان اللاترال جينيكيولات بادي ده جزء من ايه، من الباثوي بتاعت الايه، من الباثوي بتاعت الفيجن. هو لازم ليه يبقى موصول باللاترال جينيكيولات بادي؟ اتفقنا عشان هو مسؤول عن الفيجوال ريفلكس، فبالتالي لازم يبقى مرتبط بالباثوي بتاعت الفيجن. طيب الانفير كوليكولس مربوط بمين؟ بالميديال جينيكيولات بادي. اذا هو موصول بالباثوي بتاعت الاوديتوري لان هو مسؤول عن الاوديتوري ريفلكس. يبقى السوبير كاليكولس مفروض ان هو ماسك في اللاترال جينيكيولات بادي والانفيرير ميديال جينيكيولات بادي. السوبير مسؤول عن الفيجوال ريفلكس والانفير مسؤول عن الاوديتوري ريفلكس. خد بالك اللاترال سيرفيس بتاع الميد برين از كروس باي حاجات مهمة جدا ما ينفعش ما تعرفهاش. الاوبتيك تراكت التروكليير نيرف، لان التروكليير نيرف هيجي من ورا يلف حوالين اللاترال اسبكت بتاع السيريبرال بيدنكل عشان يطلع على قدام. يبقى الاوبتيك تراكت التروكليير نيرف، وكمان المفروض هنا البوستيريور سيريبرال ارتري بيمشي كده، يبقى من فوق لتحت اوبتيك تراكت تروكليير نيرف بوستيريور سيريبرال ارتري. تاني كده اوبتيك تراكت تروكليير نيرف اند بوستيريور سيريبرال ارتري. طب ما تيجوا نبقى منظمين اكتر. اللاترال سيرفيس اوف ذا ميد برين از كروسد باي 3 ارتريز 2 nerves و vein، 3 arteries 2 nerves and a vein. ايه التلاتة arteries؟ ال posterior cerebral artery، ال posterior cerebral artery، وال superior cerebellar artery، ال superior cerebellar artery، وفي artery كمان اسمه anterior choroidal. يبقى 3 arteries posterior cerebral superior cerebellar و anterior choroidal. يبقى lateral surface of the midbrain is crossed by three arteries posterior cerebral superior cerebellar and anterior choroidal. يبقى احنا اتفقنا ان lateral surface is crossed by three arteries قلناهم. اللاترال سيرفس از كروسد باي تو نيرفز برضو قلناهم بس نراجعهم، اوبتيك تراكت اند تروكليير نيرف، اوبتيك تراكت اند تروكليير نيرف. واللاترال سيرفس از كروسد كمان بواحد فين. ايه الفين بقى اللي المفروض اللاترال سيرفس؟ البيزل فين، البيزل فين. يبقى 3 2 1 3 اللي هم ايه؟ اللي هم بوستيريور سيريبرال superior cerebellar anterior choroidal، اتنين nerves optic tract and trochlear nerve، واحد vein basal vein. ما تيجوا نتكلم كده كلام functional شوية. هو ده على فكرة أنا مش هسألك فيه،
بس ما ينفعش ما تبقاش عارفه. هو البرين ستام ده ايه؟ ده مواصلاتي. ده plays a very important role in conduction، لان كل الانفو اللي هي جايه من السيريبرال كورتكس لازم تعدي على محطه البرين ستام اند فايس فيرسا. اذا البرين ستام plays a very important role in conduction. هو انا موجود ليه؟ ده محطه علشان اي امر يجي من السيريبرال كورتكس ينزل عليه وان فايس فيرسا. طب ما تيجي نتكلم، هما 3 و4 كرينيال نيرفز طالعين منين؟ من الميد برين. طيب 3 و4 طالعين من الميد برين، والميدل 4 طالعين من البونس، واللاست 4 طالعين من الميدالة. 3 و4 طالعين من الميد برين. ال 3 و4 دول سبلاي ايه؟ سبلاي، احنا اتفقنا 3 و4 دول بتوع العين، فاكرين اللي هي all extraocular muscles are supplied by oculomotor except LRS6 and SO4 لو تفتكروا في الاوربت. طيب احنا عندنا اتفقنا ان من 3 ل 12 كلهم بيطلعوا من البرين ستام. 3 و4 ميد برين، الميدل 4 تريجيمينال ابديوسن فيشن فيستيبلو كوكلير من البونس، والباقي من الميدال. طيب كل النيرفز دي بتسبلاي الفيس والهيد وكل حاجه. فبرين دامج يا جماعه is very serious and often life threatening problem. طيب key facts، اتفقنا ان الميدالا is the site of the exit of last four cranial nerves، middle four cranial nerves attached to pons، 3 و4 ميد برين. اتفقنا ان ال posterior surface of the open medulla and posterior surface of pons بيساوي الفلور بتاع الفورت فنتركل. اتفقنا ان all cranial nerves emerge from the ventral aspect except the trochlear، الوحيد اللي بيطلع من الدورسال aspect of the brainstem.